السلام عليكم سماحة الوالد، هذه سائلة من فرنسا تقول: زوجي تارك للصلاة نعم. السلام عليكم هذه سائلة من فرنسا تقول: زوجي تارك للصلاة نعم. ويستهزئ بالدين، فهل يفسخ الزواج؟ وكيف طريقة الفسخ علما بأنني أعيش في دولة كافرة؟ الزواج إذا تم وانعقد ما يفسخ إلا على يد الحاكم الشرعي. على يد الحاكم الشرعي ينظر فيه، ما كل يفسخ الزواج إلا القاضي.